السلام عليكم. اليوم بدي اشرح لكم عن فوائد الصبير الصحية. ثمرة الصبير بالإضافة لطعمها اللذيذ والمنعش تعتبر كنز غذائي من كثرة الفوائد الصحية اللي فيها، فهي بتحتوي على 18 نوع من البروتينات اللي بتتطلب وقت أكثر حتى تنهضم، وهالشي بيخلي عملية الاستقلاب أي الحرق في الجسم أعلى. فإذا تناولنا كوب من الصبير في اليوم، يعني حبتين تقريبا، بنزيد عملية الاستقلاب، وهالشي بيساهم في نقصان الوزن. بيحتوي الصبير على 20 نوع من المعادن، أهمها الكالسيوم، الحديد، المغنيسيوم، الفوسفور، البوتاسيوم، الصوديوم، الزنك، النحاس، السيلينيوم، والكثير من المعادن الأخرى. أما الأغذية فهو بيحتوي على 12 نوع منها، أبرزها غذاء A، غذاء B1، B2، B6، غذاء C، وبيحتوي كمان على الريبوفلافين، النياسين، حمض الفوليك وغيرها من الأغذية. الصبير بيحتوي على الكاريسين اللي بيقوي المناعة وبينظف الجسم من السموم، ويعتبر أفضل علاج بديل لتليين الأمعاء وحالات الإمساك، وبينظف كافة الجهاز الهضمي من الرواسب والكتل اللي فيه. كل 100 جرام من الصبير حبة تقريبا بيحتوي على 16 سعرة حرارية، 21 ميلي جرام من الصوديوم، 9 ميلي جرام من غذاء سي، 15% من حشد الجسم له، 164 ميلي جرام من الكالسيوم، 16% من حشد الجسم اليومية، و257 ميلي جرام من البوتاسيوم، هو معدن أساسي لصحة القلب وعلاج ضغط الدم المرتفع. بتمنى هالمعلومات تكون فادتكم. إذا حابين تشوفوا المزيد من الأشرطة عن الفوائد الغذائية ومواضيع أخرى، ضغطوا على الرابط أسفل هالشريط أو فتشوا في اليوتيوب تحت إيهاب بلانيت كلمة وحدة. وإذا بتحبوا محطتي عملوا لها سبسكرايب. إلى اللقاء.